انا عايزك بعد اذنك تبص معايا على تصريحات رئيس الوزراء، انها كانت مهمه جدا. هجيبها لك كده رؤوس اقلام. يعني على سبيل المثال الدوله المصريه، ده اتكلمنا فيه، لم ولن، انا عجبتني الادتين، تخفق في سداد اي التزامات دوليه عليها. حتى هذه اللحظه لم نتاخر في سداد اي التزام علينا، عشان الكلام اللي كان بيظهر لو تفتكر في شهر 9 و10 22، ومصر ومش هنعرف نسدد وهنعمل ايه، واصل علينا قسط مش عارف امتى في ديسمبر ولن نستطيع، وبتوع الاخوان طلعوا في القنوات بتاعتهم وعلى السوشيال ميديا بتاعتهم، وشويه عيال ما تساويش 3 مليم طلعوا يهجصوا ويهللوا، وللاسف ناس بتروح راكبه الموجه علشان تبقى جزء من الترند عشان يعمل نفسه فلوطه. طلع كلام فارغ. ماشي، الواقع بيقول لك انه كلام فارغ، مش يوسف اللي بيقول. هو في حد في الدنيا اشتكى ان احنا ما سددناش التزام واحد ب10 صاغ ب10 مليون ايا كان؟ طيب تعال نشوف الدولة قادرة على تسديد كافة التزاماتها، وهذه رسالة طمأنة للموقف، الموقف بشكل عام. برنامج حكومي جديد لدعم الصادرات بقيمة 30 مليار وله تفاصيله، 30 مليار جنيه. القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية، الشغل الشاغل للدولة المصرية. من أول يوليو المقبل هيبقى في منظومة كاملة لدعم الصادرات مميكنة بالكامل، وبحد أقصى 3 شهور تبقى الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمصنع. لم نرفع أسعار الخبز، ولا توجد حكومات أخرى تتحمل مثل هذه الأعباء، وهذا واقع لا يقبل الشك أو التأويل. أقول لك، قول لي كده على حكومات كبريات الدول في الاتحاد الأوروبي. طب كبريات الدول في أوروبا بشكل عام عملت إيه فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لمواطنيها؟ وبص أنت عملت إيه، مصر، جمهورية مصر العربية، في مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري. بخصوص القمح، عشان الكلام الكتير بنوسع، احنا اليومين دول هو الموسم بتاع القمح. رفع توريد أرداب القمح من 1250 الأرداب ل 1500. طيب الدولة هنا تتحمل قد إيه؟ 6.7 مليار جنيه. تيجي تصريحات رئيس الوزراء، وتيجي التوصيات الطويلة خلال سنة مضت من جلسات مجلس أو اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، ثم بدء الجلسات بإذن الله يوم الأربعاء. ده معناه إيه؟ خليني هسأل على هذا المعنى أو هذه الدلالة من كاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا 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 يا أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. إزاي الصح؟ كله تمام؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. أجزت ولا ما لحقتش؟ يا رب. أجزت ولا ما لحقتش يا أستاذ أكرم؟ لا والله، يعني الحمد لله. خمسة كده يا دوب. أستاذ أكرم، اشتغل في العين. تابعت بالتأكيد مما لا شك فيه كل التصريحات بتاعة رئيس مجلس الوزراء بمنتهى الدقة كما جرت العادة، وبالطبع كلنا ننتظر بدء جلسات الحوار الوطني إن شاء الله يوم الأربع القادم. معنى ده إيه؟ أو كيف رأيت تصريحات رئيس مجلس الوزراء بالتوازي مع الإعلان عن بدء جلسات الحوار؟ هو الحقيقة يعني كل الكلام اللي انت قلته هو كلام حقيقي جدا ومهم انه الناس تعرفه. ربما يعني الحقيقة برضو في درجة كبيرة جدا من الوعي في مواقع التواصل او حتى لدى كثير من المصريين في هذه الفترة، بيردوا وبيتفاعلوا كده. لكن الحقيقة انا عاوز اتوقف فعلا عن تصريح ان مصر لم ولن تخفق في سداد الديون، وانت اشرت لانه في شهر 9 اللي فات و10، لكن الحقيقه الاسبوع اللي فات كان في تقرير منسوب لاحدى المؤسسات، يعني اللي مفترض انها كبيره، وطبعا بعض الناس عندنا او ناس معينه يعني بيعتبروا ان الخواجه ما بيكذبش، والتقرير كان كاذب جدا، وانه مصر عندها مشكله وهتتعثر. وللاسف الشديد، مش بس للاسف انه المنصات المعاديه او غيره اللي بتاخد مثل هذه التقارير، لكن الحقيقه بعض الناس الذين لا يشك الواحد في عقولهم وفي قدرتهم على الفرز روجوا مثل هذه التقارير الحقيقه. فكان مهم جدا هذا الرد في هذا التوقيت من رئيس الوزراء، لانه مصر لم ولن تخفق. والحقيقه كمان انه دول كبيره جدا زي الولايات المتحده، احنا عارفين ازاي تخطت الدين وازاي بيحاولوا يتخطوا المسموح به في السداد تريليونات يعني وكده.
محدش بيقلل من قيمة الديون أو غيره، لكن الحقيقة أنه توقف عن الديون ومصر وهتفلس وإحنا مش عارف إيه. الحقيقة أنه الرد ده كان مهم جدا زي ما أنت أشرت بالظبط يعني، وده شيء إحنا مش بنتكلم على أننا بنهون أو نهون. أولا مصر عارفة التعامل مع الأزمة العالمية، لكن مفيش بلد الحقيقة يعني خلينا نعترف فيش بلد تحملت على مدى 10 سنوات كل هذه التحديات من إرهاب وتنظيمات إرهابية الأكثر شراسة في العالم وممولة ومدعومة بالمصادر، من أزمة كهرباء وطاقة، من أزمة مشكلة المنتجات البترولية وإعادة توزيع الدعم وغيره، من أزمات زي الأزمات الكورونا اللي هي سنتين ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم كثير من التفاصيل. وطوال الوقت كان هناك محاولات للتشكيك. أي حد يحاول يقيم السياسات بالنجاح والفشل الحقيقة إنه حتى في السياسة الخارجية الناس اللي كانت بتتساءل زي ما أنت أشرت على القوات المسلحة والنوصل ليه إحنا بنعمل سلاح ليه غيره، لأن قوة الردع في منطقة ملتهبة وحولها براميل البارود من كل مكان، وده مش محتاج أي حد هيفرض الخريطة هيبقى عارف، ويبقى عارف اللي كان بيحصل في الغرب والخطوط الحمراء ثم اللي بيحصل في الشرق ثم اللي بيحصل في الإرهاب ثم النهاردة اللي بيحصل في الجنوب. ومصر بتمتلك قدرة على التفاعل وعلى التعامل مع هذه الأزمات. نحن يعني لدينا جيش رشيد يحمي ولا يعتدي، ولديه قوة ردع حقيقية وفاعلة ومؤثرة في سير السياسات. وهذا التأثير الحقيقة تأثير ناتج عن الثقة الدولية والإقليمية في هذه الدولة المصرية القادرة على طرح مبادرات والقادرة على رؤية الملفات بشكل واضح ورفض التدخلات الخارجية. الكلام ده ما كانش يبقى لو مش وراه قوة بتحميه. مجرد احنا ما بنقول ضد التدخلات الخارجية بنعني ده بشكل واضح. فاحنا بنتكلم على موضوع سداد الديون، وان بعض الناس اللي بيعملوا بينشروا بعض التقارير اللي احنا بنسميها التقارير المغسولة، التقارير اللي بتصدر من أجهزة أو جهات معينة ثم تبدأ تلف وترجع لي بعض منصات السوشيال ميديا. فالحقيقة أنه الهدف لمخاطبة ده مخاطبة الشعب المصري أولا، الحقيقة هذه الجهات أو المعادين أو غيره مش هيؤمنوا ومش هيقتنعوا لأنهم هم كارهين للدولة ويتمنوا سقوطها وبيشمتوا في كل حاجة وبيشجعوا حتى يعني خصوم مصر. لكن الحقيقة انه ده مستهدف به الشعب المصري اللي هو هذه الدوله اللي صمدت. صحيح في ارتفاعات اسعار، صحيح في ازمه عالميه طاحنه منعكسه في اوروبا وغيره، لكن الحقيقه انه اذا احنا بنتكلم على بنشكي من غلاء اسعار في وطن مستقر وفي وطن امن. النهارده في وقت كورونا لما الناس توقفت كانت بتحن للايام التقليديه العاديه، بالتاكيد الدول اللي فقدت نفسها او انويتها الصلبه مواطنيها النهارده بيحنوا الى انهم ممكن يبقى بيشتكي، ممكن يبقى عاوز ينظم حياته، ممكن يبقى عاوز يقارن بين انه يخرج او يقعد. النهارده بنقول بنوفر كذا عشان نخرج، لكن النهارده ما يبقاش في ارض ولا اقليم وفقد للامان وهروب جماعي او غيره. احنا طبعا اللي بيتقال ده يعني اعتقد القوات المسلحه، الدوله المصريه، رئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الدوله اللي لما انت بتقيم نجاح او فشل سياساتها وانت قاعد امن منور النور وقاعد على الانترنت وعلى السوشيال ميديا تشرب قهوتك ومستقر وحاطط رجل على رجل، تتذكر ان ده كان بتضحيات ناس كتير بجهد حقيقي وخطط، ما كانش هاب هازارد، ما كانش حاجه عشوائيه، ما كانش حد ايه السياسات دي وايه الطرق وايه الصناعات وايه الزراعه. لا احنا بنتكلم على حاجه، ما بنقولش ان احنا عايشين في افضل حال، لكن اعتقد ان احنا عايشين في حال لو لم تكن هذه السياسات وهذه القوه وهذه المواجهه على مدى 10 سنوات عندنا 10 مليون ضيف موجودين في مصر. الناس النهارده بتتناقش ندخل ولا ندخلش، لا احنا مصر طول عمرها سياستها بتستوعب وبتتحمل وبتقف مع الاشقاء وما عندناش عقد وما عندناش لا عنصريه ولا بنتعالى على حد، بالعكس احنا بنقدم ده بنقدمه بقوه الدوله المصريه. الدوله النهارده اللي بهذا الاقتصاد وبهذه
الوجود قادرة على أنها تستوعب مزيد من الضيوف وتساندهم، وبتبعت للأشقاء اللي هم عندهم بعض الناس ربما شايفين أنه الجزء الظاهر في حماية المصريين أو الأخوة السودانيين أو غيره، لا في جزء آخر بتقدم مساعدات، وبتقدم مساعدات طبية، وبتقدم أكل، وبتقدم حاجات كتيرة ربما محدش بيعلن ده على اعتبار أن احنا بنقدم واجبنا. فاحنا بنتكلم على دولة وعلى شعب، كمان الشعب المصري اللي بيستحق التحية على كل ده. دايما الرئيس بيشيل ده، احنا اللي تحملنا، الشعب المصري تحمل، القوات المسلحة هي أبنائه وأخواته وأبائه اللي هم واقفين دفعوا ثمن غالي. النهاردة بنحتفل وفي حفلات في سينا، وفي احتفالات، وفي فطار جماعي، وفي مائدة، وفي ناس بتفرح وناس بتغني، وناس أهالي سينا اللي النهاردة شايفين تنمية وشايفين مشروعات، كل ده بتمن، لكن تمن غالي. المصريين هم اللي دفعوه واختاروه في 30 يونيو. النهاردة العشر سنين دول وإحنا بنقيمهم لازم نقيمهم بشكل واضح، ونتوقف عن استدعاء وتلقي وتناول التقارير المحسولة اللي بتحاول تشكك الناس في بعضيها وتعمل فتن أو تحرضنا على دول عربية أو تحرض دول عربية علينا. إحنا واعيين جدا، والشعب المصري ده بالفعل يستحق هذا الاستقرار ويستحقه، ونقدر نتحمل ونعدي هذه الأزمة زي ما عدينا كورونا أو غيره. الدولة من ناحيتها بتتوقف زي رئيس الوزراء ما قال، اللي هو الخبز المدعم، وقف رفع أسعار الوقود، في علاوات، في معاشات. هنتحمل وهنعاني شوية، لكن أعتقد أنه معاناة النهاردة غير معاناة أبائنا وأجدادنا في السبعينات أو غيره اللي تحملوا وتحملوا عشان هذه الدولة تستمر، عشان القوات المسلحة دي اللي بتساندنا في السلم والحرب، وبتقوم بدورها، بتقوم بدور اقتصادي مهم جدا، تقدم خدمات. في تشكيك في هذا الأمر عشان يسقطوا هذه المؤسسة العظيمة، وإحنا عارفين على مدى 10 سنوات بنشوف تقارير اقتصاد الجيش، اقتصاد مش عارف إيه، ده راحوا فين، كل دي محاولات تشكيك. لا، القوات المسلحة وضعها مختلف، جيش يحمي لا يحكم، جيش يحمي ويحمي الحدود ويحمي أيضا الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص مفتوح والدنيا مفتوحة، ولولا هذه القوات المسلحة وهذا الصمود الحقيقي في مواجهة هذا الإرهاب، أعتقد كان المصائر مش محتاجة أن احنا نتكلم فيه. صحيح، أنا بشكرك جدا يا أستاذ أكرم، نورتنا وشرفتنا بالمكالمة كما جرت العادة، وكل سنة وحضرتك طيب مرة تانية. كل الشكر للكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.